أنا ثامر من قناة ميجا فيلم، واليوم راح نقدم لكم جزء جديد من سلسلة أفضل 5 أفلام جريمة تستحق المشاهدة. نوع من هذا الأفلام جدا ممتع ويشدك طوال الفيلم، فاخترت 5 أفلام تستاهل المشاهدة. You just wanted to do something nice for the guy. Hi, I'm John Ryder. Strangers think I'm trustworthy. Aren't you? احيانا تجي اخر اليوم وتبي تشوف فيلم يكون سريع ويمر بسرعة عليكم. بختار لكم هذا الفيلم. من البداية ابهرني والرعب والحماس من وال هذا الفيلم. صدقوني من اول ما تشاهدونه راح تحسون انه فيلم جديد غريب من احداث ونهاية غير متوقعة. يبدأ فيلمنا مع جيم وصديقته اللي في رحلة عبر نيو مكسيكو. الصدمة يبدأ اول ما يلتقي في جون رايت، وهذا الانسان مجرم وقاتل متسلسل وما يرحم احد، ولكن جيم اللي ما يعرف عنه شيء قرر انه ياخذه في رحلة معه لتوصيله لمكان ما، ومن هنا يبدأ جحيم مستحيل يتوقف. احيانا في افلام من البداية تقول راح تعيش معها رحلة صعب تنسى، وهالفيلم من بداية مشاهدتي وانا قاعد اقول هذا الكلام. التشويق والضحك والاكشن كلها كانت ضمن هذا الفيلم. في مجرم وزعيم عصابة مخدرات والدولة والشرطة يبون راسه، ولكن يبدأ فيلمنا اول ما يبدأ للتخطيط للهروب في وسط مطاردة شيقة صعب تفويتها. فيلم ما احتاج اتكلم عنه كثير، خذوا مني التذكرة وراح تستمتعون فيه. Wouldn't hesitate to kill again if it covers their tracks. اتوقع اغلبنا شاهدنا الجزء الاول من هذا الفيلم وعجبني وعجب الكل. راح نشوف المحقق الذكي ثاني مره في فيلم فيه الضحك والغموض والاثاره، يعني ادخلوا بدون اي تردد. يبدا حماس اول ما يجد نفسه يحاول التحقيق في قضيه قتل غامضه تتضمن العديد من الاشخاص المتورطين فيها. I never said anything, Nikolai. I swear to God. They came after me to get to you. I know that. You know that. They tried. I never said anything. تخيل لو باقي لكم 25 ساعة فقط للعيش قبل أن تسجن، وش راح تسوي؟ في رجل بعد أن تم إدانته وإثبات جريمته تم الحكم عليه بعقوبة لمدة 7 سنوات في السجن. في هذا الفيلم راح نشوف شخص يأنبه ضميره كثير وينتابه الحزن، فالسؤال ما سر هذه الجريمة وكيف سيحاول التصالح مع نفسه خلال هذا الفيلم. فيلم رهيب من إبداع إدوارد نورتون، ويعتبر من أفضل أفلامه بعد فيلمه فايت كلوب.많이 놀라셨겠습니다. شوفوا هذا الفيلم راح ينرفزكم، واذا ما عندكم صبر بليز اعطوه اكبر سكيب. ولكن اذا انتم من النوع اللي يركز طوال الفيلم فراح يعجبه هذا الفيلم. نفسي فيلم كوري مليء بغموض وجريمة لا مثيل لها. في محقق يتولى مسؤولية وقضية وفاة رجل في الجبال. الصدمة واللغز يبدأ اول ما يلتقي بالزوجة، ومن هنا تبدأ الغموض والالغاز. ما سر هذه المرأة وما قصة زوجها بالتحديد؟ كان معكم ثامر من قناة ميجا فيلم. لا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك والنشر. You stole my heart of God.